الثور هو ذكر البقر، ويكون أقوى وأكثر عدوانية من البقرة نفسها، ويعد رمزاً في طقوس العديد من الأديان. يستخدم في أنشطة رياضية وثقافية متنوعة مثل مصارعة الثيران وركوب الثور، كما أنها تستخدم في الزراعة. قد يهيج الثور ويسبب خطراً إذا كان مزاجه عكراً، لذا ينبغي توخي الحذر عند التعامل مع الثيران. وللثيران عضلات أكثر بكثير من الأبقار، مع عظام أكثر سمكاً وأقدام أكبر وأعناق عضلية ورأس عظمي كبير، ذلك مع نتوءات واقية فوق العينين. وتساعد هذه السمات الثيران على التنافس من أجل السيطرة على القطيع، مما يمنح الفائز وصولاً أفضل للأبقار، ذلك من أجل التكاثر. عادة ما يكون شعر الجسم أقصر، لكن العنق والرأس عادة ما يكون لهما بدة من الشعر المجعد. تكون الثيران بنفس الارتفاع أو أطول بقليل من الأبقار، لكنها عادة ما تكون أثقل بكثير، ذلك بسبب عضلاتها الإضافية وكتلة العظام. وغالباً ما يكون للثيران سناماً على أكتافها، ومن بين الماشية ذات القرون تمر قرون الثيران إلى أن تكون أكثر سمكاً وأقصر من قرون البقر. وفي العديد من السلالات تنحني للخارج في قوس مسطح بدلاً من شكل قيثارة. الاعتقاد الشائع بأن الثيران لها قرون وأن الأبقار ليس لها قرون، هذا اعتقاد غير صحيح، فوجود القرون يعتمد على السلالة، وفي السلالات ذات القرون يعتمد ما إذا كانت القرون قد تمت إزالتها أم لا. ومع ذلك في كثير من سلالات الأغنام الذكور فقط هم لديهم قرون. الماشية المولودة بدون قرون تعرف بالماشية ذات القرون أو الأبقار الرخوة، فهي تشبه الثيران المخصية، ولكن إذا سمح لها بالوصول إلى مرحلة النضج فيمكن أن تكون أطول بكثير من الثيران أو الأبقار، مع أكتاف وأعناق عضلية. وتصبح الثيران خصبة من حوالي 7 أشهر من العمر، فترتبط ارتباطا وثيقا بحجم الخصيتين. وأحد الاختبارات البسيطة للخصوبة هو قياس محيط السفنة، ومن المرجح أن يكون الثور الصغير خصباً بمجرد وصوله إلى 28 سنتيمتر، وقد يزيد طول الثور البالغ عن 40 سنتيمتر، فالثيران لها قضيب ليفي مرن. وبالنظر إلى الكمية الصغيرة من أنسجة الانتصاب يحدث تضخم طفيف بعد الانتصاب، وقد يكون القضيب صلباً جداً عندما لا يكون منتصباً، ويصبح أكثر صلابة أثناء الانتصاب. ولا يتأثر النتوء كثيراً بالانتصاب، بل يتأثر بارتخاء عضلة القضيب الضام. تتأثر الثيران كثيراً بحالة تعرف باسم قضيب المفتاحية، ويبلغ قضيب الثور الناضج أحياناً حوالي 4 سنتيمترات وطوله 100 سنتيمتر. وحشفة الثور القضيب لها شكل مستدير وممدود، ثمة اعتقاد خاطئ وذائع، ويتكرر كثيراً على مستوى فضفاض في تصوير سلوك الثور وهواؤه باللون الأحمر أنه يغضبه، الأمر الذي يحرضهم على توجيه الاتهامات لهم. وفي العالم الحقيقي ومثل أغلب الثدييات تكون الأبقار حمراء وخضراء هم عميان اللون. وفي مصارعة الثيران تثير حركة الرداء المرافق لمصارع الثيران رد فعل الثور، لكن ليس اللون. أما عن العلاقة مع البشر، وعلى الرغم من واجباتهم الإنجابية تستخدم الثيران أيضاً في عدد محدود من الألعاب الرياضية، بما في هذا مصارعة الثيران وركوب الثيران، فقد تم دمجها أيضاً في المهرجانات والمناسبات الشعبية مثل ماراثون الثيران، وشهدت في الرياضات القديمة مثل القفز على الثيران. وتم تجريم رياضة اصطياد الثيران والتي كانت زائعة في الماضي، والتي يصطب فيها مهاجمة الثور من قبل كلاب تمت تربيتها وتدريبها خصيصاً، والتي صارت تعرف باسم البلدغ، وهذا بمقتضى تشريع القسوة على الحيوانات في عام 1835، مثل ما هو الشأن مع الحيوانات الأخرى، تم اعتبار قليل من الثيران هي حيوانات منزلية. كمثال على هذا
هو المطرب تشارو الذي امتلك ثوراً أليفاً اسمه مانولو. أما عن الأهمية في الثقافة الإنسانية، احتلت الثيران المقدسة رتبة ذات لزوم في الثقافة الإنسانية منذ ما قبل مطلع الزمان الماضي المدون. توضح في لوحات الكهوف التي يقدر وجودها بنحو 17,000 عام، ويلعب ثور السماء الأسطوري دوراً في ملحمة جلجامش السومرية القديمة والتي يرجع تاريخها إلى عام 2150 قبل الميلاد، وتنعكس ضرورة الثور في ظهوره في دائرة الأبراج مثل برج الثور وظهوره بوفرة في الأساطير، إذ يصبح على علاقة غالباً بالخصوبة، وأيضاً هو قرباناً في الهندوسية، فيعبد الثور المسمى ناندي والذي يصور عادة جالساً على أساس أنه مركبة للإله شيفا، ويصور هذا الثور على الكثير من صور هذا الإله. أما من الناحية الشكلية يتجلى الثور بأسلوب دارج في شعارات النبالة. توضع الثيران كرسوم على أذرع العدد الكبير من العائلات الإنجليزية، فتبدو الثيران المجنحة كمؤيدين في أحضان مؤسسة الجزارين العبادة. يكمل استعمال الثور كتعويذة من قبل جميع من الفرق الرياضية للهواة والمحترفين. كذلك تحتل الثيران أهمية في الثقافة الأسبانية، حيث يجرى إقامة الاحتفالات بركض الثيران كل عام، وذاك أثناء فصل الصيف وأثناء المهرجان. تنشد عددا من العدائيين البشريين وتدعى موزوس الانتصار على عدد من الثيران التي تجري خلفهم، في حين تتابع وترصد الجماهير الهائلة الماراثون بأكمله. وقد تزن الثيران البالغة ما بين 500 كيلوغرام إلى 1000 كيلوغرام، معظمهم قادرون على السلوك العدواني ويتطلبون معالجة دقيقة لضمان سلامة البشر والحيوانات الأخرى. قد تكون سلالات الألبان أكثر عرضة للعدوانية، في حين أن سلالات لحوم البقر هي أقل عدوانية إلى حد ما، على الرغم من أن سلالات لحوم البقر مثل الثور الأسباني القتال والحيوانات ذات الصلة تعرف أيضاً بالميول العدوانية، والتي يتم تشجيعها بشكل كبير من خلال التربية الانتقائية. ما يقدر بنحو 42% من جميع الوفيات المرتبطة بالماشية في كندا هي نتيجة لهجمات الثيران، فنجا أدنى من واحد من كل 20 ضحية لهجوم ثورة. فثيران سلالات الألبان خطرة جداً ولا يمكن التنبؤ بها، وتعتبر مخاطر التعامل مع الثور سبباً جوهرياً للإصابة أو الوفاة لمزارع الألبان في عدد محدود من أجزاء الولايات المتحدة الأمريكية. فالحاجة إلى تحريك الثور للداخل والخارج من حظيرته لتغطية الأبقار يعرض المعالج لخطر خطير على الحياة وكذلك الأتراف. وكان التعرض للدهس والتشويش على الحائط أو نطح الثور واحداً من أكثر أسباب الهلاك شيوعاً في تصنيع الألبان ذاك قبل عام 1940. وبخصوص هذه المجازفات الخطيرة، اقترحت إحدى المجلات الزراعية المشهورة التناقل مع الثورة، ذلك بموظفة. فهذه الموظفة لابد وأن لا تجاذف، فالثور اللطيف غالباً ما يقتل حارسه أو أن يقوم بتشويه. وفي عدد كبير من المناطق يعد وضع الحلقات في أنوف الثيران أمراً تقليدياً ذاك للمساعدة في الهيمنة. وفوقاً منها، عادةً ما تكون الحلقة مصنوعة من النحاس ويتم إدخالها بواسطة ثقب ضئيل في أحد الأنف. يكمل استعماله على يد ربط حبل الرصاص إما فوراً أو المرور عبره من سور الرأس. وللثيران الأكثر صعوبة يمكن استخدام عمود الثورة، ذاك هو عمود صعب يصل طوله حوالي واحدا من الأمتار مع مشبك في أحد طرفيه، وذاك يعلق على الحلقة ويسمح للثور أن ينهي قيادته وإبعاده عن معالجه. ويمكن إبقاء الثور العدواني مقيدا في حظيرة الثورة، وهو سكن وقلم مبنيان بقوة مع مقر للسماح بإطعام الثور دون دخول القلم. إذا سمح للثور العدواني بالرعي بالخارج، ولقد تكون ثمة عوز إلى احتياطات تكميلية للمساعدة، ذاك في تجنب إيذاء الناس، واحدة من الأساليب
وهي قناع الثور. ذاك الذي إما يغطي عيون الثور تماماً أو يقيد بصره على الأرض في مواجهته على الفور، لذا لا يمكنه رؤية ضحيته المحتملة. ثمة كيفية أخرى تتمثل بربط سلسلة في حلقة أنف الثور، بحيث إذا وقف على قدميه بدأ رأسه للتحميل، فإنه يخطو على السلسلة ويتم تربيته بأسلوب قصير. عوضاً عن هذا، قد يكون الثور محدوداً أو محصوراً بالسلاسل بحلقته أو عن طريق سياج، ذلك إلى بدن صلب مثل حلقة مثبتة على الأرض وفي المراعي الجسيمة، إذ يتم تربيته مع الماشية الأخرى. ويمكن إطعام الحيوانات مع سيارة نقل ضئيلة أو جرار، حيث تمنح السيارة نفسها عدداً محدوداً من الحراسة للبشر المعنيين. وبشكل عام، تميل الثيران التي يتم الاحتفاظ بها مع الأبقار إلى أن تكون أقل عدوانية من هذه التي ينهي الاحتفاظ بها بمفردها، ذاك في حالات القطيع. غالباً ما تكون الأبقار ذات العجول الضئيلة أكثر خطورة على البشر في غير موسمها، ويمكن الاحتفاظ بثيران متعددة لكن في قطيع أعزب. وعن التلقيح الصناعي، تدير الكثير من مزارع ومحطات الماشية الثيران مع الأبقار، ومعظم مزارع الألبان ولحوم البقر كانت لديها ثوراً واحداً على الأقل إن لم يكن غفيره لأغراض إصلاح القطيع. ومع ذلك، فإن المشكلات المرتبطة بالتعامل مع الثور، خاصة إذ يلزم إزاحة الأبقار مع وجود العمل، قد دفعت الكمية الوفيرة من مزارعي الألبان إلى تقييد أنفسهم بالتلقيح الاصطناعي للأبقار. ينتهي بإخراج السائل المنوي للثيران وتخزينه في عبوات من النيتروجين السائل، حيث يتم الاحتفاظ بها حتى يمكن بيعها، وفي ذاك الوقت يمكن أن تكون مربحة للغاية. وفي الواقع، يربي العديد من مربي الماشية الثيران خصيصاً لهذا الغرض. ويستخدم الذكاء الاصطناعي أيضاً لتطوير جودة القطيع أو لتقديم تقاطع مع سلالات الدم. يحمث قليل من مربي الماشية استعمال الذكاء الاصطناعي للسماح لهم بالتكاثر لمجموعة ثيران متباينة في سيزون فرد، أو لتربية أفضل لمخزون لديهم إلى ثور أفضل جودة، مما يمكنهم على تحمله لشرائه على الفور. ويمكن أيضاً استعمال الذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب، ذلك مع نقل الأجنة لسماح لتجار الماشية بإلحاق تكاثر حديث لقطعانهم. أشكركم لحسن الاستماع، كانت هذه نبذة مختصرة عن الثيران، لكن لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم، وكذلك الاشتراك بالقناة. أرحب باستقبال تعليقاتكم ومقترحاتكم، وألقاكم في الفيديو القادم على خير. إلى اللقاء.